وصلنا لمحطتنا الختامية، ودائما عيد الجيش العربي السوري يلامس كل السوريين بكل القطاعات، والفن والموسيقى لها حصة كبيرة من طبعا تاريخ والحديث عن هذه البطولات من خلال الموسيقى والفن. أكيد سلمى، وقدي اليوم نحن ببداية صباحنا عم نستذكر اليوم أغاني وطنية قديمة، موسيقى وطنية لامست أرواحنا وبقيت موجودة بذاكرتنا لهذا اليوم. يعني وقدي اليوم في أغاني عن جد مشتاق أنه نسمع. صحيح، ويمكن مع بداية صباحنا لليوم من أول فاصل طلع إلى الآن كل أغنية هي جزء من ذاكرة السوريين خلال هذه السنوات الحرب، والتي بقيت أيضا شاهدة على هذه الأيام بحلوة ومرة كما يقال. طبعا رح نتحدث أكثر عن مساحة موسيقية خاصة بدورة لامست جوانب حياتنا مع عازف وصانع العود طارق صقر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ طارق، أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بهذا الصباح المميز اللي بيستاهل من حضرتك أنه نبلش معك بشي على ذوقك للجيش العربي السوري. يعني بدي أحب أول شيء عيد الجيش فضل. وعيد الوطن وعيد قائد الوطن، إن شاء الله هيك البلد باتجاه الأفضل إن شاء الله. آمين. إن شاء الله بهمة الرجال. نتذكر بكتب اسمك يا بلادي، واكيد نحيي فناننا العظيم الكبير دريد لحام ونقول له الله يطول بعمره، وهو ايضا صديق برنامجنا ومحطاتنا كانت في كل المناسبات الخاصه. اليوم قاربت هي الموسيقى من روح كل خليني اقول الاحداث التي مرت في سوريا، ومنها ايضا كثير من البطولات التي قدمها الجيش العربي السوري، وكانت الموسيقى هي ذاكره حاضرة وموجودة فيها. نتحدث عن أهمية هذه المقاربة. هلا دائما البلاد اللي تكون مركزية وبيكون فيها ثقل يعني تاريخي وحضاري وديني هي دائما يعني محاربة من قبل القوى الظلامية والمؤامرات اللي بتنحاك عليها، لأنه هذا الدور ما بيناسب الظلاميين، ما بيناسبهم نهائيا. فيعني سوريا او كل بلد بيكون له هالمواصفات هي هو محارب تماما. الانتماء الشخص لارضه ولوطنه بيكون شخصيته، يعني انا بنتمي لبيتي، بنتمي لارضي، بنتمي للمكان اللي انا عشت فيه، لاصدقائي، هذا كلياته بياثر بتكويني وبشخصيتي. والموسيقى ما يعني ما فيك تبعدي الموسيقى، ما تنفصل عن الـ عن الـ عن الـ الانسان. وما حدا بيحارب الموسيقى يعني إلا ما يكون بده يحارب كمان الوطن يعني. فالموسيقى هي دائما يعني ولو اقترب من الموسيقى حيث توجد الموسيقى لا يوجد الأشرار يعني. تماما تمام، يعني حتى الموسيقى كانت هي باعث دائما للمحبة وللسلام وللدفاع للشرف.
يعني فهذا الشيء ما بيتجزا عن شخصيه الانسان السويه. احيانا سلمى بتشعري انه في بعض الاغاني الوطنيه كانت ايضا توثيقيه لبعض المراحل، مثل ما اليوم الاعلام والادب راح لتوثيق الاحداث اللي صارت بسوريا، ايضا في اغاني بس تسمعيها بتحسي انه انت بهي المرحله، مثل ما قلتي لي الموسيقى اللي كنا عم نسمعها موطني رجعتك لمرحله توثيقيه بالحرب على سوريا. فاليوم ما القصه ما انا منفصله ابدا عن أكيد الادب، مثل الشعر يعني الشعر هو بيوثق او الادب هو بيوثق الاحداث التاريخيه وبيوثق التاريخ لاي بلد، كمان الموسيقى نفس صحيح. كمان خلينا نسمع من حضرتك معزوفه خاصه ايضا طبعا من وحي هذا اليوم العظيم. بنقول وطني يا جبل الغيم الازرق لفيروز، جبل الغيم الأزرق وطني، يا جبل الندي والزنبق، لي سبقونا يا تراب اللي سبقونا، يا صغير واسعديني واسعديني حلوة هدول الأغاني. مثل ما يعني هو الصورة هون إنه يا صغير وسع الدنيا، يعني قد ما كان يعني أنت بتشوفي الجنة وسعها السماوات والأرض، القصة مو بالمساحة، القصة بالمحبة، القصة بهذا الانتماء. يعني حضرتك عندك معزوفات وطنية كتير، خبرنا هيك عنها ولو بشكل سريع. هلأ عملت يعني هذا الحكي صار له يعني بال2010 تقريبا، عملت قافلة الحرية هي لسفينة مرمرة اللي تم الاعتداء عليها، طبعا القطع مسجل بالإذاعة والتلفزيون السوري. عملت أغنية للجولان بتقول أمي دمشق وخالتي بغدان، والقدس عمي الناسك الديان، وبنو العروبة إخوتي وأحبتي، وأخو كفاحي في الهوى لبنان. الأغنية من كلمات الشاعر محمد كامل حسن، وفي كمان له لنفس الأستاذ له وطن السلام، عملت أوبريت يعني ما تسجل، يعني كان وقتها صار في ظرف الحرب وهيك ما تسجل. وفي قطع وطنية يعني عم تشتغل عليها؟ ايه طبعا ان شاء الله تبصر النور قريبا. يعني نحن اليوم ختامنا رح يكون مميز بمقطوعة موسيقية من حضرتك، ولكن اسمح لنا بالبداية يعني قبل ما نختم معك ايضا نختم مع المشاهدين، وبعدها رح يكون مسك الختام بأغنية خاصة او معزوفة خاصة من حضرتك. اكيد سلمى، مثل ما قلتي الختام مع الاستاذ بأغنية وطنية. بدي اشكرك سلمى لليوم، وبدي ارجع بنهاية صباحنا لليوم عايد جميع أبطال الجيش العربي السوري، ودائما نحن بنقول الله يحميكم، وأنتم دائما محل ما بتكونوا أكيد بيكون النصر موجود. كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، وأكيد للمعد رامي إبداوي. بدي أرجع لكم كل عام وأنتم بألف خير، شعبا وجيشا وقيادة. شكرا. أكيد شكرا لك رشا، وتحية كبيرة لجيشنا البطل، حراس الأمان وصناعه على امتداد الجغرافيا السورية كل هالسنوات.
كنتوا أنتوا صمام الأمان، وطبعا نحن موجودين اليوم بفضلكم، وإن كنا اليوم مرتاحين ونشعر بالسلام والأمان فهو بفضلكم وفضل تضحياتكم. تحية لأرواح شهدائنا الأبرار وشفاء العاجل لجرحانا، وأكيد الصبر لكل أهالي الجرحى وأيضا أهالي الشهداء. ضلوا بألف خير، صباحنا انتهى لليوم، ولكن أكيد محطاتنا دائما مستمرة معكم. شكرا لكم. وطني سلام سلسل سمار، وسلافة وسعادة ونهار. وطني كقلبي أخضر ودروبه للعاشقين شقائق وكنار. أخلاق المسيح محبة، وكتابه القرآن والأسفار. وطني فداك نفوسنا وقلوبنا، ولك البنون وما بنى العمار.